طيب دلوقتي يا شباب كده احنا بسم الله الرحمن الرحيم بدأنا في شابتر 2 بعد ما خلصنا شابتر 1 اللي كان بيتكلم زي ما قلنا عن مقدمة عن الكلاود وتعريفاتها واستخداماتها اللي بتقدمها والكلام ده كله. شابتر 2 اللي احنا نبدأ بيه النهارده ان شاء الله زي ما هو واضح المفروض قدام حضراتكم دلوقتي في الشير هو عبارة عن introduction to compute virtualization. طبعا الفيرشواليزيشن هي الكور بتاع الكلاود كومبيوتنج، هي الاساس اللي اتبنى عليه الكلاود كومبيوتنج. يعني ايه فيرشواليزيشن؟ هو ان انت بتشغل اكتر من مثلا فيرشوال ماشين على نفس الفيزيكال ديفايس. طيب زي ايه مثلا؟ زي ايه يا شباب؟ زي مثلا برنامج الـ VMware تمام او برنامج الـ Virtual Box عارفينه طبعا كلنا. خلاص ده بيعمل ايه يا شباب؟ بيخلينا ان احنا نعمل كذا VM، ممكن مثلا نعمل VM Windows VM Linux صح VM مش عارف Mac كذا VM وكل دول شغالين كلهم على نفس الـ Physical Device. فدور الفيرتشواليزيشن ان هو كل الفيرتشوال ماشينز دي ان هي الوحيده اللي شغاله لوحدها فيزيكال رغم ان هي شغاله وشغال معاها حاجات تانيه كتير حواليها. فكونسبت الفيرتشواليزيشن زي ما قلت لكم كده هو الاساس اللي مبني عليه الكلاود كومبيوتر. سامعني وفاهميني يا شباب؟ تمام يا دكتور، اه معاك. طيب احنا لا يعني عشان بس الفرق ما بين الاثنين احنا لو ما لما نحط على الفيرشواليزيشن شويه حاجات عليها كده زي مثلا يعني نقدمها في صوره سيرفيس، نعمل لها ماركتنج، نعمل لها مش عارف شويه حاجات كده في الابلكيشنز وكلام من ده ونقدمها لليوزرز في صوره باي از يو جو او اللي انت تدفع على قد ما تستخدم والكلام ده كله. يعني كاننا سوقنا للفيرشواليزيشن، يعني كأن عملنا تغليف للفيرشواليزيشن في صورة منتج سميناه كلاود كومبيوتنج. فالأساس كله في الموضوع هو الفيرشواليزيشن، هو عملية إن أنا أشغل أكتر من حاجة على نفس الفيزيكال ديفايس. خلاص واضح يا شباب إن أنا يبقى عندي مثلا هارد ديسك واحد وشيرد ما بين كذا فيرشوال ماشين، عندي مثلا رامات معينة وشيرد ما بين أكتر ماشين. خلاص وبحسس الفيرشوال ماشينز دي إن هي الوحيدة اللي شغالة، مفيش حد معاها خالص شغال. سامعني؟ اه دكتور، تمام. طيب تعالى كده نشوف الفيرشوال ماشين. زي ما اتفقنا ان احنا مثلا في البرامج اللي هي زي الفيرشوال بوكس او الفي ام وير انت ممكن تكون عايز تجرب حاجه معينه على اوبريتنج سيستم معين كويس؟ فبتروح على الجهاز او تسطب برنامج الفيرتشوال بوكس وتبدا تكريت فيرتشوال ماشين بمواصفات معينه. ايه المواصفات؟ تقول والله انا عايز هارد ديسك كذا، رامات كذا، كاش كذا، سي بي. تكريت الماشين كده بتسطب عليها اوبريتنج سيستم زي ما انت عايز. وزي ما قلت لك كده في الاخر كان وانت شغال على الفيرتشوال ماشين دي كان هي دي الماشين الوحيده اللي شغاله، مفيش اي ماشينز اخرى شغاله وهي كأنها في فيرتشوال بوكس او الفي ام وير تماما. خلاص طيب الفيرتشواليزيشن زي ما انتم شايفين كده اهو بيبقى عندي مجموعه من الريسورسز تبقى شيرد ما بين مجموعه من الاجهزه. خلاص كل جهاز بياخد الجزء اللي هو عايزه تمام زي ما انتم شايفين كده الاول تاني اهو انا عندي مجموعه ريسورسز شيرد بدي لكل واحد الجزء اللي هو عايزه اهوت. خلاص وبيحس ان هو الوحيد اللي شغال على الجهاز ده. طيب الفيرشواليزيشن طبعا مر بمراحل كتير. خلاص مش هنخش في يعني مش هنتطرق للهيستوري لانه في حاجات ممكن تلخبطنا دلوقتي، ولكن لما ندرس احنا الحاجات اللي احنا هنشرحها دلوقتي هيوضح اكتر الموضوع. يعني مثلا شركة اي بي ام
بدأت بالفيرشواليزيشن دي، بس كان على مستوى البين فريمز. تعرفين المين فريم ده لو يا شباب بيبقى جهاز بمواصفات عالية جدا، يعني تقريبا كل الريسورسز مثلا بتاعت شركة معينة موجودة على جهاز واحد سيرفر، بيسموه المين فريم. وكل الناس اللي موجودة في الشركة كانت بتكونكت على المين فريم ده من خلال شاشة وكيبورد، ما كانش عندهم أي بروسيسنج، كل البروسيسنج على الجهاز مين فريم. بي ام سنة 64 أول شركة بدأت تتكلم عن الفيرشواليزيشن على مستوى المين فريمز، خلاص. بعد كده سنة 72 اي بي ام برضو بدأت تطلع مستوى، يعني تطلع مصطلح الفيرشوال ماشينز اللي بتشتغل على المين فريم. يعني بدل ما كان المين فريم كله قطعة واحدة، بدأوا يحطوا مصطلح الفيرشوال ماشينز فيه، اللي هو يبقى ريسورسز، اللي هو الجهاز ده كله ممكن اعمل جواه كذا فيرشوال ماشين، واي حد عايز يشتغل يشوف الفيرشوال ماشين المناسبة لشغله ايه ويبدأ يشتغل عليه. بدأ بعد كده سنة 99 طبعا شركة في ام وير بدأت تطلع البرودكتس بتاعتها اللي هي بيزد على الفيرشواليزيشن بقى، اللي هو الفي ام وير اللي احنا شايفينه دلوقتي طبعا، زي ما احنا عارفين يعني. بعد كده شركة زن بدأت تبقى اوبن سورس، تمام، وتبقى المنتجات بتاعتها متاحة للجمهور. زي ما احنا هنقول كمان شوية ان في بعض المنتجات اوبن سورس وفي بعض المنتجات كلوزد سورس. يعني اوبن وكلوزد يا شباب؟ اوبن سورس معناها ان الناس دي او يعني الشركه اللي قايمه على الموضوع ده مخليه السورس كود او طريقه الشغل بتاعت التكنولوجي دي متاحه للجميع، متاحه للجمهور، لو حد عايز يقدر يأدت ويطور فيها مفيش مشكله. بعد كده سنه 2006 ظهر بقى الكي في ام، ده نوع تاني من الايه، من الهايبرفايزر، زي ما هنشوف كمان شويه وهنعرف يعني هايبرفايزر. يعني سنة 2007 بدأت بقى اتش بي تخش في الموضوع وتنتجريت بقى اليو اكس بتاعها مع الفيرتشوال ماشينز. سنة 2008 مايكروسوفت بقى بدأت تدخل في الموضوع بإنتاجها حاجة اسمها هايبر في، ده برضو هايبر فايزر، هقول لك دلوقتي يعني هايبر فايزر. لينكس سنة 2008 بدأت تنزل الكونتينرز. الكونتينرز دي يا شباب يعني حاجة كده زي الفيرتشوال ماشين بس لايت ويت، يعني خفيفة قوي وسهلة وحجمها صغير وبتأدي تقريبا نفس الوظيفة. في بعض الاختلافات ما بينها وما بين الفيرتشوال ماشينز ممكن نبقى فيما بعد ان شاء الله. بعد كده شركه بقى ريد هات بدات تنزل او تحط تسبورت الكي في ام باي ديفولت. يعني ريد هات يا شباب اللي هي شركه من الشركات اللي عندها ديستريبيوشن خاص بيها في اللينكس. طبعا في ابونتو وفي سينتوس وفي ريد هات، فدي ريد هات دي شركه من الشركات اللي بتنزل توزيع الريد هات الخاصه باللينكس، تمام. سنه 2011 تقريبا كده اي بي ام وريد هات واتش بي وانتل عملوا اوبن فيرشواليزيشن اليانس تو اكسلريت كي في ام ادابشن، يعني عملوا شويه تطورات في الكي في ام. سنه 2013 بدا يظهر حاجه اسمها الدوكر. سنه 2014 حاجه اسمها الروكت. الحاجات دي بلاش يعني مش هنخش تفاصيل دلوقتي لان مش تبع الكورس بتاعنا، بس كلها تطويرات لعمليه الفيرشواليزيشن، وان انا مثلا اديك مثلا حاجه زي الفيرشوال ماشين كده تقدر تشتغل عليها الابلكيشن اللي انت عايز تعمله بس بطريقه ابسط واسهل وبحجم اقل. طيب لو انا جيت اعمل مقارنه كده بسيطه ما بين ان انا شغال على سيرفر فيزيكال وان انا شغال على سيرفر او فيرتشوال ماشين، ركزوا معايا. في الجزء اللي على الشمال ده انا شغال كده على فيزيكال سيرفر، ايه اللايرز اللي انا شغال عليها؟ هتلاقي عندي الابلكيشن اللي انا شغال عليها، الهوست اوبريتنج سيستم، والهوست ماشين. هي الفيزيكال يعني فيزيكال ماشين على اوبريتنج سيستم بتاعها، وفوق الاوبريتنج سيستم في الابلكيشن اللي انا شغال عليه، نقطة، مفيش أي لايرز أخرى. طيب على الجانب الثاني في اليمين هنا هتلاقينا شغالين فيرتشوال ماشين. في الفيرتشوال ماشين بقى في لايرز في النص محطوطة. أولا اللاير السفلية خالص هوست ماشين، دي الفيزيكال. في لاير بقى هنا مهمة جدا 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 وهي الهايبر فايزور، أو ممكن نسميه الـ VMM اللي هو فيرتشوال ماشين مونيتور. ده كده عبارة عن نقطة الاتصال أو خط الاتصال ما بين
اللايرز اللي فوق والهاردوير، عشان احسس اللي فوق الناس اللي فوق ان هي شغاله على الهاردوير لوحدها وايزوليتد وكل حاجه تمام، لازم الهايبرفايزر. الهايبرفايزر ده هو كمان اللي بياخد الكومنتس من اللايرز اللي فوق ويترجمها للفيزيكال ماشين او الهاردوير. خلاص، فاهم حاجه او اهم لاير عندي هنا هي الهايبرفايزر او الفي ام ام اللي هو الفيرتشوال ماشين مونيتور. تمام، اللاير اللي فوق هي الجست ماشين. خلاص، واللاير اللي بعدها الجست اوبريتنج سيستم. ايه بقى معنى الجست اوبريتنج سيستم ده؟ الجست اوبريتنج سيستم ماشين مقصود مثلا مشغله بيبقى لها امكانيات هاردوير. ده الهاردوير كامكانيات هاردوير بنسميها هنا جست ماشين. طب الاوبريتنج سيستم اللي شغال على الفيرتشوال ماشين ده بنسميه ايه؟ بنسميه جست اوبريتنج سيستم. تمام يا شباب؟ طيب خلي بالكم عشان في بعض الاحيان زي ما ناخد كمان شويه في هوست اوبريتنج سيستم. ايه الهوست اوبريتنج سيستم دي بقى؟ اللي هي مثلا انا عندي اوبريتنج سيستم شغال على الماشين الاصليه الفيزيك، بس هو هنا مش حاططها ليه؟ هقول لك عشان الموضوع بيعتمد على نشتغل بعد كده. ان دلوقتي في حاجه اسمها هوست اوبريتنج سيستم، يبقى اما تلاقي هوست تعرف ان ده على الماشين الاصليه، اما تلاقي جيست يبقى ده على حاجه فيرتشوال، حاجه يعني في لير اعلى، حاجه اعمل لها استضافه عندي مش هي الاصليه في الموضوع ده. تمام يا شباب؟ طبعا في اللير الاخيره خالص في الابلكيشن. انتوا سامعني كويس؟ الصوت تمام يا دكتور. شباب تكونوا صحيحين معايا كده يعني مش ماشي تمام. خلينا نقرا كده نشوف الجيست اوبريتنج سيستم هي عباره عن اوبريتنج سيستم راننج ان ا فيرتشوال ماشين. يبقى الجيست اوبريتنج سيستم هي الاوبريتنج سيستم اللي بيران على الفيرتشوال ماشين. طيب الجيست ماشين هي الفيرتشوال ماشين كرييتد ثرو فيرتشواليزيشن. والهاردوير بقى الهاردوير بتاع الفي ام اي. الهايبرفايزر قال لك فيرتشواليزيشن سوفت وير لاير اور الفيرتشوال ماشين مونيتور زي ما قلت لكم، هو اسمه الفيرتشواليزيشن سوفت وير لاير، يعني ده اهم لاير في الموضوع. خلاص، اللي ممكن نسميه هايبرفايزر او نسميه في ام ام اللي هو اختصار لفيرتشوال ماشين مونيتور. اللير اللي بعد كده او الحاجه اللي بعد كده زي ما قلنا الهوست او اس او الهوست اوبريتنج سيستم، دي الاوبريتنج سيستم اللي شغاله على الفيزيكال ماشين. مش موجوده في الرسمه غير في الفيزيكال سيرفر. مش موجوده ليه في الفيرتشوال ماشين؟ هقول لك عشان في بعض الفيرتشواليزيشنز تبقى موجوده، في البعض الثاني لا. تمام؟ وطبعا الهوست ماشين هي الفيزيكال ماشين. هنا بقى الحته مهمه ودايما بتبقى موضوع اسئله. ايه هي التايبس كومبيوت فيرتشواليزيشن؟ قال لك في نوعين في الفيرتشواليزيشن. في نوع اسمه بير ميتال فيرتشواليزيشن وفي نوع تاني اسمه هوستد فيرتشواليزيشن. البير ميتال مقصود بايه بقى؟ ركزوا معايا. من الرسمه طبعا انا لما اجي اسالك في سؤال زي ده مهم جدا حاجتين، ان انت ترسم الرسمه وان انت توصف الرسمه او تشرح الموجود في الرسمه. الإجابة لما تكون الرسمة بس بتبقى إجابة مش كاملة، ولما بتكون كلام بس برضو بتبقى إجابة مش كاملة. خد قاعدة كده دايما أما يجي لك سؤال في عندك في المنهج ليه رسمة تبقى الرسمة دي مهمة ومطلوبة. خلاص، وما ينفعش ترسم أي رسمة من غير ما توضح عليها المكونات بتاعتها إيه أو الهدف منها إيه. أو أنا مثلا لما أقرأ واشوف الرسمه الاثنين مع بعض، اقرا الكلام واشوف الرسمه افهم انت عايز منين. واضح الكلام؟ فدي طريقه الاجابه الصحيحه اللي تخليك تاخد الدرجه كامله، غير كده ما تاخدش الدرجه كامله. فاحنا هنا في البير ميتال فيرتشواليزيشن ايه اللي بيحصل؟ قالك انت عندك اول لير هاردوير. ثاني لير مباشره الهايبر فيزور. هنا يا شباب هو بقى ده الهايبر فيزور. خلاص؟ فلو الهايبر فيزور بتاعك دايركت اون هاردوير يبقى انت شغال بير ميتال فيرتشواليزيشن تايب 1. يبقى لو الهايبرفايزر انستولد دايركتلي على الهاردوير يبقى انت شغال بير ميتال. خلاص،
في الحالة دي الماشين دي كلها مش هينفع تشغل عليها أي حاجة إلا من خلال Virtual Machine Guest Operating System Application. Virtual Machine تانية Guest Operating System تانية Application and so on. يبقى طالما هنا اللاير اللي جاية بعد الهاردوير مباشرة VMM أو Hypervisor يبقى ده Permitted وشغال بالطريقة دي. إن أنا عندي على الهايبرفايزر والهايبرفايزر يعني الهايبرفايزر ده عباره عن لاير بين الفيرتشوال ماشينز والهاردوير بيترجم الكلام اللي جاي من الفيرتشوال ماشينز للهاردوير هو الانترفيس ما بين التو لايرز دول فيرتشوال ماشينز وهاردوير النوع ده من الفيرتشوالايزيشن اسمه بير ميتال فيرتشوالايزيشن النوع الثاني اسمه هوستد فيرتشوالايزيشن لما نيجي نشوفه هنلاقي ان في عندي لاير هاردوير ولاير تانية اسمها Host Operating System اللي كنت بكلمكم عنها من شوية وكنت بقول لكم ان هي مش موجودة في الرسمة على الشمال او على اليمين عشان في بعض الـ Virtualization Types بيبقى فيها Host Operating System وبعض التاني لا اللي ما فيهوش Host Operating System طبعا الـ Bare Metal ما فيهوش Host Operating System انما النوع اللي اسمه Hosted Virtualization حتى من اسمه اسمه Hosted Virtualization وبالتالي هو فيه Host Operating System ركز بقى معايا الهوست اوبريتنج سيستم دي فوقها لاير مكونه من حاجتين حاجه اسمها ابلكيشن وحاجه اسمها هايبرفايزر او في ام ام فيما يخص الابلكيشن بما ان في هنا هوست اوبريتنج سيستم فانا ممكن هنا اشغل اي ابلكيشن هنا اشتغل عندي دايركت على الاوبريتنج سيستم الهوست ويتعامل مع هاردوير بكل سهوله طيب عشان اعمل فيرتشوال ماشينز الفيرتشوال ماشينز دي هتشتغل فين بقى هتشتغل دايركتلي على الهايبرفايزر لاير اللي موجوده هنا خلي بالكم في بعض التفاصيل وانت بتنفع فيه طبعا دي بتعبر عن مدى للموضوع خلاص ان انت مثلا ما ينفعش تقول في خلاص وهكذا بقى طبعا الهوستد فيرتشواليزيشن دي مثال عليها احنا ممكن لما بنسطب الفيرتشوال بوكس تمام انا كده شغالين هوست فيرتشواليزيشن ليه لان بيبقى عندي اتاحيه ان انا ارن ابلكيشنز اخرى على الاوبريتنج سيستم دايركت في نفس الوقت بسطب فيرتشوال ماشينز على الفي ام ام اللي هو بيوفره لي الفيرتشوال بوكس يبقى الفيرتشوال بوكس بيوفر لي لاير اسمها هايبرفايزر او في ام ام بتمكنني ان انا اكاري الفيرتشوال ماشينز في نفس الوقت في ابلكيشنز اخرى يبقى انا عندي جهازي جهاز الكمبيوتر بتاعي ممكن يبقى شغال هوستد لان انا مشغل عليه virtual machines وفي نفس الوقت بيشغل عليه applications اخرى انما البير ميتال ده فقط بيبقى شغال مشغل virtual machines من خلال الهايبرفايزر اللي شغال دايركتلي على الهاردوير مباشره طيب برضو السلايد ديت مهمه وفيها الموضوع الكاركترستكس ودي برضو موضوع اسئله الكاركترستكس الخاصه بالفيرتشواليزيشن الكاركترستكس بتاعه الفيرتشواليزيشن اول حاجه بارتيشنينج وبرضو لما تيجي تشرح لي الحاجات دي لازم تديني شيء من التفصيل عنها يعني ايه بارتيشنينج خلاص طيب دلوقتي يا شباب اول خاصيه هي من خواص الفيرتشواليزيشن هي عمليه البارتيشنينج ان انا عندي بيبقى عندي فيزيكال سيرفر كويس ببدا اقسمه لمجموعه فيرتشوال ماشينز يبقى عمليه التقسيم اسمها بارتيشنينج خلاص طيب جميل تاني خاصيه عندي ايزوليشن او ايزوليتد طيب الايز دي عباره عن ايه قال لك انت عندك الهوست اوبريتنج سيستم وعندك فيرتشوال ماشين عليها جيست اوبريتنج سيستم وهنا جيست اوبريتنج سيستم ثانيه وهنا جيست اوبريتنج سيستم ثانيه على فيرتشوال ماشينز مختلفه افرض ان في هاكر عمل اتاك معين على الفيرتشوال ماشين دي تمام هل الفيرتشوال ماشين دي او دي بتتاثر ها اكيد لا مش بتتاثر فده مفهوم الايه الايزوليشن فاهمين معايا شباب
تمام يا دكتور. تمام معاك يا دكتور. طيب الخاصية الثالثة هي الانكابسيوليتد او الانكابسوليشن، ان انا بديك مجموعة ريسورسز في سوفت فيرتشوال ماشين، حاجة كده كبسولة يعني، حاجة كده على بعضها متغلفة على بعضها خلاص. يعني انت بديك فيرتشوال ماشين بخواص معينة في صورة ملف واحد او في حاجة واحدة او في كيان واحد، حاجة كده على بعضها يعني خلاص. طيب الخاصية الرابعة ودي مهمة، independent او الاندبندنسي. يعني ايه الاندبندنسي؟ دي طبعا لما ان شاء الله نتعمق شوية في المنهج هنفهمها بشيء من الاستفاضة. الاندبندنسي مقصود اللي قدامنا ده عبارة عن ايه، physical server، حاجة كده physical خلاص. واي physical server انا ممكن ارن عليه virtual machine كويس. طيب افرض الفيزيكال سيرفر ده حصل فيه اي مشكلة، او انا عايز اريحه او عايز اقفله او عايز اعمل فيه اي حاجة خلاص، وفي فيرتشوال ماشين اللي هي بتتحرك دي موجودة هنا، انا عشان اقفل ده او هيحصل فيه مشكلة او اي حاجة، قال لك انت عندك امكانية ان انت تنقل الفيرتشوال ماشين دي هنا وما يحصلش اي مشكلة، لانها اندبندنت. يعني اندبندنت يعني غير مرتبطة فيزيكال سيرفر معين، لا هي ممكن تشتغل على اي فيزيكال سيرفر. هتفهم حاجه؟ يبقى الاندبندنس هنا مقصود بيها ايه؟ مقصود بيها ان انا الفيرتشوال ماشين اللي شغال على فيزيكال سيرفر معين ممكن تنتقل من الفيزيكال سيرفر ده لفيزيكال سيرفر اخر مفيش اي مشكله وترن متساوي. طبعا احنا ممكن نشوف ده احنا بنفسنا، انا ممكن اعمل فيرتشوال ماشين عندي على الجهاز، وطبعا الفيرتشوال ماشين دي بتبقى في صوره في الاخر ملف، يبقى ليها يعني الملف ده بيبقى عباره عن الهارد ديسك بتاعها وكل مواصفاتها والكونفيجريشن بتاعتها موجوده في صوره ملف في الاخر. انا ممكن انقلها من عندي فلاشه، قد يكون سطح برنامج اللي انا مشغل عليه سواء بقى فيرتشوال بوكس او في ام وير، ويقدر يفتح الفيرتشوال ماشين دي عنده بمنتهى السهوله بدون ما يحصل اي مشاكل. يبقى مفهوم الاندبندنسي هو ان الفيرتشوال ماشينز اللي بترن على فيزيكال سيرفرز معينه اندبندنت على الفيزيكال سيرفر ده، يعني ممكن ترن على اي فيزيكال سيرفر اخر. حد فاهم حاجه؟ ها سامعني ولا ايه؟ تمام يا دكتور. طيب هنا برضو في حاجة اسمها CPU Virtualization، وفي منها نوع خلاص يا شباب، نوع الفول Virtualization ونوع تاني اسمه بارا Virtualization. الفرق الواضح ما بينهم ان لو اخدنا بالنا هنلاقي هنا عندي في الفول Virtualization انت عندك هنا Guest Operating System كويس واضحة خالص، يعني الاوبريتنج سيستم بتاعت جيست عادية خالص. طيب في المقابل في الجهة التانية هتلاقي عندك هنا بارا فيرشواليزد جيست اوبريتنج سيستم. ده معناه ايه يا شباب بقى؟ معناه ان انت مبدئيا كده في الفول فيرشواليزيشن اي اوبريتنج سيستم ممكن تشتغل فيه خلاص. اما بالنسبه للبارا فيرتشواليزيشن فده انت غصب عنك محتاج اوبريتنج سيستم تكون من نوع معين عشان تقدر تشتغل في البارا فيرتشواليزيشن. واضحه؟ واضح كلامي يا شباب ولا ايه؟ تمام يا دكتور مع حضرتك. بص بس بيقطع شويه. طيب تمام، يبقى دلوقتي في الفول فيرتشواليزيشن انت عندك دلوقتي جيست اوبريتنج سيستم خلاص. يعني اي اوبريتنج سيستم ممكن يشتغل في الفول فيرتشواليزيشن.
اما في البارا فيرشواليزيشن فانت عندك نوع خاص من الاوبريتنج سيستم لازم يستخدم هنا اللي هو اسمه بارا فيرشواليزد جيست اوبريتنج سيستم. طيب الفرق ما بينهم ايه او ايه اللي بيحصل؟ قال لك في البارا فيرشواليزيشن ممكن نقول ان الاوبريتنج سيستم بتاعت الجيست بيشيل شويه من اللود على الهايبر فايزر، يعني في بعض الحاجات بعض الكومنتس بترن من الابلكيشنز على البارا فيرشواليزد اوبريتنج سيستم دايركت، انما هنا في الفول فيرشواليزيشن كل الترافيك تقريبا رايح على هايبر فايزر. يعني مثلا في برضو حاجه معلومه كده خلينا نقولها، بالنسبه للفول فيرشواليزيشن مثلا بيقول لك الهايبر فايزر بريزنت ا فيرتشوال سي بي يو تو اتش فيرتشوال ماشين. في الفول فيرشواليزيشن ده الهايبر فايزر بريزنت ا فيرتشوال، انت هنا عندك فيرتشوال سي بي يو ها فور اتش في ام. في الفول فيرشواليزيشن ده اللي بيحصل خلاص ماشي. بيقول لك الفيرتشوال ماشين اللي هو الفيرتشوال سي بي يو ده بي ايميوليت الاندرلاينج فيزيكال سي بي يو. يعني انت عندك هاردوير هنا اهوت، الهاردوير عندك سي بي يو فيزيكال كويس. في الفول فيرتشواليزيشن تايب بيديك لكل جيست اوبريتنج سيستم او كل في ام يعني بيكون لها فيرتشوال سي بي يو خلاص. بيقول لي بقى كمان the guest operating system running in the virtual machine interact with the virtual CPU as if it were running on a physical machine. يعني ال guest operating system دي لما بتيجي تشتغل على ال virtual CPU بتشتغل عليه وكأنها شغالة على ال physical server او ال physical CPU، عشان كده اسمه full virtualization. تاني الحتة دي يا شباب ايه الفرق ما بين يعني دلوقتي بتكلم عن الفول فيرتشواليزيشن سي بي يو، احنا بنتكلم اصلا التايتل بتاعنا اسمه سي بي يو فيرتشواليزيشن. طبعا السي بي يو انتوا عارفين ان هو اهم حاجه في الكمبيوتر، هو اللي بيعمل عمليه البروسيسنج. فلما تيجي تشتغل على السي بي يو فيرتشواليزيشن في نوعين، يا تخلي السي بي يو فول فيرتشواليزد يا تخليه بارا فيرتشواليزد. هنا في عشان خلي بالك عشان الكلام ده مش مكتوب في السلايد بس موجود في الكتاب ممكن تلاقيه، فانا بقول لك دلوقتي اهوت ممكن تبقوا تكتبوه بعد ما تيجي تسمعوا الفيديو او كده او تكتبوه دلوقتي. ان انا بقول في الفول فيرتشواليزيشن الهايبر فايزر بيكاريت فيرتشوال سي بي يو لكل فيرتشوال ماشين تمام. وخلي بالنا كمان ان الاوبريتنج سيستم الجيست اوبريتنج لحظه معلش الجيست اوبريتنج سيستم اللي هنا دي لما بتتعامل مع الفيرتشوال سي بي يو كانه فيزيكال خلاص يا شباب. طيب تعالى كمان نشوف التفصيله الجايه دي. بيقول لك الهايبر فايزر انترسبتس ذا ايميوليتد بريفليج انستراكشنز اكسكيوتد باي ذا جيست اوبريتنج سيستم. يبقى الهايبر فايزر يجي يفسر الانستراكشن. يبقى معلش قولي الحته دي تاني، الهايبر فايزر اللير بتاعت الهايبر فايزر خلاص دي بتعمل ايه؟ بيجي لها الكومنتس اللي جايه من الاوبريتنج سيستم بتاعت الجست، فبيبقى بيبدا ايه يفسرها، وبعد كده يعني بيقول لك ايه instructions executed by the guest operating system. يعني دلوقتي الاوبريتنج سيستم بيبعت الاوامر زي ما احنا اتفقنا كده للهايبر فايزر، بيحصل لها translate into equivalent instructions that can be executed on the physical. يعني بمنتهى البساطة أنا عندي هنا instruction خلاص الاوبريتنج سيستم ده بتبعته للهايبر فايز، يبدأ يترجمه بصيغة معينة عشان يرن على الفيزيكال سيرفر.
تمام يا شباب. بقول لك this approach allows guest operating system to run unmodified without any modification to the operating system. يعني هو بيقول لك زي ما احنا قلنا كده ان هو بيشتغل على guest operating system وزود اي تعديل، يعني من غير اي تعديل انا اشتغل عليها مباشرة. والoperating system اللي هي الجيست دي عايزة تنفذ كوماند معين، هتبعت للهايبرفايزور، الهايبرفايزور يترجم ويفسره ويشوف هيعمل ايه، وبعد كده يحوله لصيغة ينفع تشتغل على الفيزيكال سي بي يو. يبقى كل الاوامر الجيست اوبريتنج سيستم اما ما يجي يشتغل بيبعتها للهايبرفايزور، الهايبرفايزور بيترجمها، سامعني ولا يا شباب؟ لشكل مناسب ان هو يشتغل على الفيزيكال سي بي يو. سامعني؟ ايوه دكتور سامعين حضرتك. طيب ده كله كنا بنتكلم على ايه؟ ها بنتكلم على الفول فيرتشواليزيشن. تعال كده نشوف البارا فيرتشواليزيشن. اولا قال لك ان الجيست اوبريتنج سيستم از موديفايد تو انتراكت دايركتلي وذ ذا هايبرفايزر اند اكسس الاندرلاينج فيو. يعني هنا فيرتشواليزيشن لازم الاوبريتنج سيستم دي تكون موديفايد، يعني مش اي اوبريتنج سيستم تشتغل دايركت، لا ده بيبقى فيها بعض التعديلات عشان تقدر تسبورت البارا فيرتشواليزيشن. خلاص طيب الهايبرفايزر ماشي اند اكسس اندرلاين فيزيكال سي بي يو. الهايبرفايزر هنا بريزنت ابارا فيرتشواليزد سي بي يو تو ذا جيست اوبريتنج سيستم ويتش از اوبتمايزد فور فيرتشواليزيشن. ركز بقى. And provide more efficient interface. يعني عايز يقول لك ان البارا فيرتشواليزيشن بيكون افضل شويه. For interacting with the hypervisor. The guest operating system executes privileged instructions directly on the hypervisor instead of emulating them. يعني عايز يقول لك ان البارا فيرتشواليزيشن بتقوم ببعض المهام اللي كانت قبل كده مش بتحصل في الفول فيرتشواليزيشن. عشان كده بقول لك ان ذا مور افيشنت. يبقى لو انا جيت اقول لك كده ايهما افضل هتقول لي ايه؟ البارا فيرتشواليزيشن. ليه؟ عشان هنا الاوبريتنج سيستم الجيست اوبريتنج سيستم معدله بحيث ان هي ممكن بعض الاوامر هي ترنها مباشره بدون ما تعمل ايميوليشن والكلام ده كله. عشان كده بقول لك ذا جيست اوبريتنج سيستم اهو اكسكيوتس بريفليجد انستراكشنز دايركتلي اون ذا هايبرفايزر انستيد اوف ايميوليتنج ذم which reduce the overhead of virtualization and improve the performance. يعني بدل ما تعمل بقى محاكاة وتعمل emulation كأنه هو الفيزيكال يبقى الفول عايز يوهم ان الجيست اوبريتنج سيستم اللي هو شغال فيزيكال، فالكلام ده بيخليه يعمل ترجمة في النص عشان يترجم الكوماند اللي جاي من الجيست اوبريتنج سيستم تنفع تشتغل على الفيزيكال هاردوير. البارا فيرتشواليزيشن الجيست اوبريتنج سيستم معدله بحيث ان هي بعض المهام ممكن ترنها دايركتلي على الهايبرفايزر وزاوت اي ترانسليشن. فلو جيت اقول لك قارن ما بينهم هتقول الكلام اللي انا قلته ده، بالاضافه انت تقول في الاخر ان البارا فيرتشواليزيشن مور افيشنت عشان هو بيقلل الاوفر هيد اللي موجود عندك. اي سؤال؟ تمام يا دكتور. طيب تمام نكمل. احنا اتكلمنا عن السي بي يو فيرتشواليزيشن، فهو عايز يكلمك هنا بقى عن الميموري فيرتشواليزيشن. تمام. بالنسبه للميموري فيرتشواليزيشن يا شباب، انا بيبقى عندي مثلا الهوست ميموري، المفروض الهوست ميموري دي اللي هي التوتال ميموري بتاعت الجهاز كله. خلاص بيبدا يعمل ايه بقى؟ المفروض بيتم تقسيم الميموري دي بطريقه ما بحيث كل فيرتشوال ماشين تاخد الجزء اللي هي محتاجه.
طيب يبقى زي ما اتفقنا سامعني يا شباب؟ الصوت راح خلاص يا دكتور. طيب سامعني كده؟ تمام كده. طيب يبقى زي ما اتفقنا انا عندي الفول ميموري او الميموري بتاعت الهوست بيبدا بيتم توزيعها بطريقه ما على الفيرتشوال ماشينز، خلاص بيحاولوا ان يعني طبعا في بعض التكنيكس المستخدمه في عمليه الشيرنج، هنتكلم عن الميموري فيرتشواليزيشن بشكل كبير فيما هو قادم ان شاء الله، بحيث نفهم ان في بعض الحالات لو اكتر من فيرتشوال ماشين، خلي بالك بقى بمحتاجين داتا معينه بحيث ان تبقى شيرد ما بينهم، بدل ما تبقى موجوده كذا مره وتبقى موجوده مره واحده وكل الفيرتشوال ماشينز تستخدم. الصوت برضه راح يا دكتور. سامعني كده؟ كده كده تمام؟ طيب قلنا لو انت عندك الفيرشوال ماشينز دي معظم يعني مثلا عدد معين من الفيرشوال ماشينز دي يستخدم برنامج معين، بدل ما البرنامج ده يبقى موجود في كل ميموري يحجز حيز من كل فيرشوال ماشين ميموري، لا في بعض الاحيان طبعا هنشوف التكنيكس دي ان شاء الله قدام، ان هو بيبقى ممكن يبقى موجود في مكان واحد بس وكل الفيرتشوال ماشينز بتشاور عليه في نفس الوقت، تمام؟ بحيث يبقى انا خليت جزء من الميموري بتاعتي شيرد ما بين اكتر من فيرتشوال ماشين بحيث ان ما يبقاش فيه دوبليكيشن. طيب حاجه اخيره بقى في الجزئيه دي بتاعت برضو الفيرشواليزيشن، زي ما اتكلمنا عن الفيرشواليزيشن في السي بي يو والفيرشواليزيشن في الميموري، برضو في فيرشواليزيشن في الانبوت اوت، خلاص؟ ففي برضو نوعين او ثلاثه تقريبا هنا، في نوع فول فيرشواليزد وفي نوع ثاني بارا فيرشواليزد وفي انبوت اوت ثرو. بالنسبه للفول فيرشواليزيشن خليني اقرا كده ونشوف التفاصيل عشان نوضح فرق ما بينهم. هنا بيعمل complete، كلمة full يعني كاملة متكاملة، يعني complete simulation of the hardware for example keyboard and mouse. الكيبورد والماوس بيشتغلوا full virtualization، وعايز يقول لك ان انت كل virtual machine بيبقى الماوس والكيبورد كأن كل جهاز ليهم فيهم او كل virtual machine فيهم ليها ماوس وكيبورد منفصلين. بيقول لي access to such hardware depends on the capture of the focus by the host box على حسب مؤشر الماوس انت مأكتيفه فين بيشتغل، يعني ممكن الماوس يبقى شغال في الهوست اوبريتنج سيستم تروح جوه الفيرتشوال ماشين وتضغط دبل كليك يتنقل جواه، تخش وانت جوه الفيرتشوال ماشين لو ضغطت اسكيب بيطلعك من الفيرتشوال ماشين ويخرجك للهوست ماشين اند سو اون. بس بيقول لك طبعا ان عمليه الفول فيرتشواليزيشن وانت بقى ليك كومبليت سيميوليشن كده للهاردوير ده بيديك بور بيرفورمانس، في بعض الحالات بيبقى موضوع تقيل ومزعج وما تعرفش تخرج من ده لده وتسويتش ما بينه. ففي نوع تاني اسمه البارا فيرتشواليزيشن، بيقول لك ايه بقى؟ اكسس تو هاردوير درايفرز، بيتعامل مع الداتا من الهاردوير درايفرز از ترانسفيرد فروم ذا انبوت اوتبوت فرونت اند تو ذا باك اند،
يعني بدل ما هو في الجزء الامامي اللي بيظهر لليوزر في الابلكيشن، لا ده الجزء بيبقى في الباك اند، بيبقى في الخلفيه. تمام. This mode is usually only hard disks. لما بنيجي نشتغل هارد ديسك بنشتغل برا فيرشواليزيشن والنتورك انترفيس كاردز خلاص، وبيقول لك ان هو بيدي اداء كويس مع الحاجات دي. يبقى البرا فيرشواليزيشن خلاص، بدل ما الكنترول كله بيبقى على الفرونت اند، لا بيبقى في الباك اند، في الباك جراوند يعني خلاص. بيشتغل كويس او بيفضل استخدامه مع الهارد ديسكس والنتورك انترفيس كاردز. اخر نوع تمام هو الانبوت اوتبوت ثرو، ولكن الهاردوير ديفايسز كيبل اوف انبوت اوتبوت باس ثرو. يعني باس ثرو يعني كان انت بتقول ان انا مثلا هدخل انبوت او اوتبوت من خلال فيزيكال، هستخدمه كمرحله وسيطه كده، ان هو يعني انطره كده ما بينك انت وما بين الفيرتشوال اللي جوه. such as بيقول لك الهارد ديسكس اند انترفيس كاردز برضو ار دايركتلي اللوكيتد تو فيرتشوال ماشينز. يعني بيستخدم الانبوت اوتبوت ثرو ده عشان يخلي الحاجه اللوكيتد دايركتلي للفيرتشوال ماشينز، برضو بيستخدم في الهارد ديسك والنتورك انترفيس كارد. نوع بقى من الفيرتشواليزيشن هايبرفايزرز اللي هو الزن اللي هنتكلم عنه ممكن كمان شويه، بيستخدم دومين زيرو. يعني بيستخدم كده ماشين او حاجه معينه اسمها دومين زيرو، هنقولها كمان شويه. دي بتعمل اللوكيت الهاردوير ديفايسز انبوت اوتبوت ديفايسز، بتعملها اللوكيشن هي الدومين زيرو اللي موجوده في الزين هايبرفايزر. تمام. طيب هنا بقى بيقول لك الفرق ما بين الكلاود كومبيوتنج والفيرتشواليزيشن. انا قلت برضو نبذه عن الموضوع، ولكن خلينا نتكلم برضو بشيء من التفصيل. زي ما انتم شايفين الرسمتين اللي قدامنا دول، عايز اقول لك ان دي مثلا فيرتشواليزيشن اهيت. انا عندي فيزيكال سيرفر، ممكن اقسمه لمجموعه فيرتشوال ماشينز مثلا زي ما انتم شايفين كده. فكذا فيرتشوال ماشين اهوت او كذا فيرتشوال سيرفر بيبقوا شغالين في نفس الوقت على نفس الفيزيكال سيرفر. الفيرتشواليزيشن دي بتقدم لي فيتشرز كتيره جدا خلاص، ومميزات كتير جدا، زي مثلا زي ما قلت في المحاضره اللي فاتت اليوتيلايزيشن. يعني اليوتيلايزيشن يا شباب، اليوتيلايزيشن معناه مدى الاستفاده من الهاردوير، نسبه الاستفاده منه قد ايه خلاص. يعني مثلا لما يكون عندي جهاز وشريب سيرفر شريب بمبلغ جامد كبير جدا، وانا مثلا بشتغل او بستغل منه 50%، طب ديت كده يبقى انا في 50% منه مش مستفيد منهم خالص. طب ايه رايك لو انا خليت السيرفر ده يبقى شيرد، ركز بقى معايا بقى، ما بيني وما بين واحد كمان، بحيث ان احنا دايما بنوصل بنسبه اليوتيلايزيشن مثلا ل 90 او 95%. يبقى انا كده استفدت ولا ما استفدتش اكتر؟ استفدت ان كل حاجه متاحه وموجوده عندي كهاردوير انا يعني بستخدمها وبستفيد منها بشكل كبير، وبالتالي انا زودت اليوتيلايزيشن بتاعي بتاع السيرفر بتاعي، بدل ما كان 50% بقى 90 او 95%. فالفيرتشواليزيشن بيضيف لي الفكره دي. هتقولي طب هو الكلاود ما هي، انا اقول لك ان الكلاود ديت بيزد على الفيرتشواليزيشن، بس بدا يضيف شويه حاجات تمام تخلي الفيرتشواليزيشن دي كانها حاجه متغلفه في غلاف كده جميل، وبديها للكاستمر او العميل في صوره سيرفيس. تمام. يعني مثلا الفيرتشواليز، خلينا نقول بشيء من التعريف العلمي بقى، الفيرتشواليزيشن عباره عن تكنولوجي ذات الاو، بصوا بقى التعريفات اهو، الاو مالتيبل فيرتشوال ماشينز تو ران اون ا سنجل فيزيكال ماشين. ده الكلام اللي انا قلته في الجزء اللي على الشمال ده. طيب ايه كمان؟ قال لك each virtual machine has its own virtualized hardware. يعني عندها الهاردوير الخاص بيها زي ما انتم شايفين هنا كده، اللي هو عباره عن ايه؟ عباره عن virtual CPU و virtual memory و virtual disk و virtual network interface card. كل ده virtual. Virtualization provides a way to maximize ابص بقى الهاردوير utilization and flexibility. يعني ايه flexibility؟ مرونة ازاي؟ يعني انت لو عندك الفيرشوال ماشين دي محتاجة اديشنال هاردوير، يعني عايزة تزود مثلا هارد ديسك،
الكلام ده صعب جدا ان هو يحصل فيزيكال، انما سهل جدا يحصل على مستوى الفيرتشوال ماشينز عن طريق الفيرتشواليزيشن. كمان انت ممكن هنا تشغل هنا مثلا لينكس، خلي بالك، وهنا مثلا ويندوز، وهنا ماك، وهنا ريد هات. يبقى انت ممكن تستخدم ايه؟ مالتيبل اوبريتنج سيستمز. اللي انت كنت استحاله تقدر تعمل ده لو انت شغال فيزيكال، صح ولا ايه؟ طيب لو جينا بصينا بقى على الكلاود كومبيوتنج في الطرف الثاني، هي عباره عن سيرفيس موديل. سيرفيس موديل يعني بيقدم الكلام ده كله في صوره سيرفيس، خدمه. هوتش كومبيوتنج ريسورسز ساتش از سيرفرز ستورج ابلكيشنز. الابلكيشنز دي كلها ار ديليفرد اوفر ذا انترنت از ا سيرفيس. يعني كل الخدمات اللي قدامك دي بنقدمها في الاخر ايه؟ از ا سيرفيس، خدمه في الاخر. طبعا قلنا في الشابتر اللي فات السيرفيس ديت ممكن تبقى عباره عن ايه؟ ممكن تبقى سوفت وير از ا سيرفيس، ممكن تبقى بلاتفورم از ا سيرفيس، كله في الاخر سيرفيس، ممكن انفراستراكشر از ا سيرفيس. خلاص، فكل ديت طرق انت بتستخدمها، تمام، او يعني سيرفيس مودلز انت ممكن من خلال الكلاود تقدم. خلاص، بولي ويز كلاود كومبيوتنج اليوزرز، تمام، يوزرز كان اكسس كومبيوتنج ريسورسز اون ديماند از نيدد وذاوت هافينج تو وري اباوت از اندرلاينج هاردوير انفراستراكشر. يعني انت في الكلاود كومبيوتنج بتقدر تستخدم كل الريسورسز دي وكل السيرفيسز دي، وزاوت ان انت تخش في تفاصيل المانجمنت والحاجات دي كلها. زي ما قلنا الكلام ده كله موجود عند الكلاود سيرفيس بروفايدر. ممكن نقول ان الفيرتشواليزيشن از اوفن يوزد از فاونديشنال تكنولوجي فور كلاود كومبيوتنج، يعني هي الاساس بتاع الكلاود كومبيوتنج. As it provides ability to create and manage virtual machines on physical hardware. يعني الفيرشواليزيشن هي اللي بتخلي الكلاود كومبيوتنج تقدر تعمل virtual machines كتير على نفس الايه؟ الفيزيكال سيرفر. انما الكلاود كومبيوتنج goes beyond virtualization. يعني الكلاود كومبيوتنج تخطط الفيرشواليزيشن بايه بقى؟ من هي offering a range of services and delivery models that allow users to access computing resources as a service over the internet. يعني ممكن نقول ان الكور بتاع الكلاود كومبيوتنج هو الفيرشواليزيشن، بس الكلاود كومبيوتنج تخطط الفيرشواليزيشن بان هي تقدم الموضوع ده في صوره زي ما قلنا ايه؟ خدمه، سيرفيس، اللي انت عايزه والريسورسز اللي انت محتاجها وقت ما تكون عايزها انا هقدمها لك كخدمه عبر الانترنت. بس ده باختصار شديد الفرق ما بينهم. ممكن برضو يجي سؤال في الحته دي، الكلام هنا مش بالتفصيل، ممكن تلاقي التفاصيل في الكتاب ان شاء الله زي ما انا شرحتها بالظبط. لو انت ممكن سمعتني كويس ولخصت اللي انا قلته تحل ده. فانا قلت لك مثلا قارن لي ما بين الكلاود كومبيوتنج، فتقول الكلام ده. طيب الكمبيوت فيرتشواليزيشن سواء بقى السي بي يو، طبعا كلمه كمبيوت يعني هي كومبيوتيشن، ان انا بعمل بروسيسنج يعني عمليات حسابات. فممكن تلاقي الكمبيوت فيرتشواليزيشن دي عندك مثلا بتتضمن جواها سي بي يو فيرتشواليزيشن، ميموري فيرتشواليزيشن، انبوت اوتبوت فيرتشواليزيشن. دول الثلاث حاجات اللي انت بتعمل لهم فيرتشواليزيشن. خلاص يا شباب، فالفيرتشواليزيشن دي بتتم ازاي؟ قال لك خلي بالك ان الحاجات دي في نوعين من الهايبرفايزرز او الشركات اللي عملت حلول للكلام ده او حبت تطبق كمبيوت فيرتشواليزيشن بطريقتها. في نوع اسمه اوبن سورس، زي ما اتفقنا ان اوبن سورس يعني هو متاح مش حكر على حد، يعني اي تطوير او اي حاجه احنا بنعملها يا جماعه متاحه للناس كلها، اللي عايز يدخل يتفضل يجرب يشتغل يعمل كل اللي هو عايزه. على سبيل المثال في حاجتين، الكي في ام والزن، دولت اثنين هايبرفايزرز بيدوني موضوع الفيرشواليزيشن او الكمبيوت فيرشواليزيشن اوبن سورس. يعني اوبن سورس يعني كل اللي هم عملوه او الطريقه او التكنيكس اللي هم استخدموها متاحه، ان انت ممكن ايه اي حد يطلع عليها عادي مفيش اي مشكله. خلاص، طيب
في المقابل في بعض الشركات والاتجاهات الأخرى يعني بيشغل بمبدأ كلوزد سورس، لا والله أنا الحاجات اللي أنا بطورها دي مش عايز حد يطلع عليها، دي ملكية فكرية ودي خاصة بيا، مش عايز أي حد تاني ولا يعدل ولا يطور فيها لأنها حاجة خاصة بيا. أنا كل سنة هبدأ أطور أنا وأنزل فيرجنز جديدة ويبقى ليا حقوق، يعني الملكية بتاعتي مقتصرة عليا أنا. فاهمين يا شباب؟ أنتم مستوعبين ولا إيه؟ حضرتك يا دكتور مفيش صوت يا دكتور. طيب تمام، انا بس كنت منتظر منكم لو في حد عنده سؤال. طيب بالنسبه للكلوزد سورس، في نوع مثلا الهايبر في، تقريبا الهايبر في ده بتاع مايكروسوفت، شركه مايكروسوفت. طبعا يا شباب يعني المفروض معظمكم بدأ يتعامل مع اكواد وبرامج وابلكيشنز وكلام من ديت، ف يعني مثلا مايكروسوفت كل المنتجات بتاعت مايكروسوفت هي الهدف بتاعها كوميرشال، بتبيع بتبيع المنتجات دي. وبالتالي لو انا خليت الموضوع ده اوبن سورس والناس تطلع عليه، فكده ممكن اي حد يقدر ويطور ويعدل فيه ومحدش هيحتاجني ان هو يشتري مني المنتج ده بعد كده. تمام، فاهمين القصه ايه؟ يعني في ناس تعطولي طب هو الناس التانيه دي مغفلين؟ هقول لك لا، الناس التانيه ديت فكرتها مش كوميرشال، مش بيعملوا حاجه عشان يتاجروا فيها، لا ده الموضوع ده بيبقى ريسيرش. زي مثلا لما تشوفوا الناس على جيت هاب، معظمكم طبعا اكيد اتعامل مع جيت هاب. فجيت هاب ده موقع كل الناس اللي بتعمل فيه بروجكتس او مشاريع او حاجات معينه او ابلكيشنز تبدا تحط السورس كود بتاعها هناك، بحيث اي حد تاني ممكن يستخدمه ويطور عليه. ففي ناس فكرتها ريسيرش بحث والناس تخش وتطور وتعدل فيه، وفي ناس تانية لا انا واخد الموضوع كوميرشال، انا بطور وبعدل وبعمل عشان الناس كلها كل سنه انزل الفيرجن الجديد الناس تشتريه، فالموضوع تجاري بالنسبه لي. فمايكروسوفت نزلت الهايبر في، في ام وير، اي اس اكس اي برضه ده منتج بتاع في ام وير، شركه في ام وير. وطبعا هواوي نزلت حاجه اسمها فيوجن سفير، اللي تقريبا في نهايه الشابتر فيه كده ايه نبذه مختصره عنه يعني. خلاص طيب الدنيا بالنسبه لكم تمام لحد دلوقتي؟ بس اشوف في طبق قد ايه في الشابتر ده. طيب بصوا يا شباب، انا يعني ممكن نوقف عند الجزء ده، والجزء المتبقي من الشابتر ان شاء الله هسجله في المحاضره اللي هتبقى مسجله، وابعت لحضراتكم الفيديو ان شاء الله يوم الاثنين بحد اقصى، بس الكلام ما يبقاش كبير عليكم المره دي. تمام يا شباب؟ تمام. كان فيها دكتور زميل لنا اسمه هاب النور قطع عنده، مش هو اللي طلع؟ طيب ماشي.